الأجسام الكيرالية هي التي ليست منطبقة على صورها في المرآة. الكلمة كيرال جاءت من الكلمة اليونانية التي تعني اليد. إذن اليد هي مثال للأجسام الكيرالية. لدينا هنا اليد اليسار، وإذا عكسنا اليد اليسرى في مرآة سنحصل على اليد اليمنى، وإذا حاولنا أن نطبق اليد اليسرى على اليد اليمنى لم يجدي ذلك نفعا. والطريقة الأفضل للتفكير في هذا هو قفاز البيسبول الذي يلائم اليد اليمنى. إذا خلعنا هذا القفاز الأيمن ووضعناه على اليد اليسرى سنرى أنه لن يلائم اليد اليسرى. إذا صورة المرآة والجسم نفسه ليست منطبقة على بعضها البعض، لهذا هاتان اليدان تسمى أجسام كيرالية. هما أيزومرات لبعضهم البعض، لأن كلمة أيزومر تعني نفس الأجزاء، شاهدنا هذا في الفيديوهات السابقة. لذا أيزومر تعني نفس الأجزاء. اليدين مكونات من الأصابع، الإبهام وكف اليد لديهم نفس الأجزاء، لكن كيف تختلف هذه الأجزاء في ثلاثي الأبعاد والذي يجعل منهم جزيئات مختلفة أو أجسام مختلفة؟ نسمي هذه في الواقع متشكلات فراغية، ستيريو، تشير إلى الاختلاف في الثلاثي الأبعاد. إذا الأيدي هي أيزومرات فراغية لبعضها البعض. لنطبق هذا على المفهوم عن الكيرالية على جزيء حقيقي. إذا لنرسم صورة لجزيء، لنضع الكربون بحيث يكون موصول مع الكلور وموصول مع الهيدروجين وموصول مع البروم الذي يخرج باتجاهنا في الفراغ، ومن ثم الكلور الذي يسير باتجاه بعيد في الفراغ. والآن يلزم رسم صورة المرآة لهذا الجزيء، والطريقة لعمل هذا هو رسم هذه الخطوط من الشرطات. ونعلم تقريبا أين ستكون هذه الذرات، ومن ثم نرسم المرآة ونقوم بعكس الجزيء الذي في اليسار على المرآة، وسنرسم على ماذا سنحصل أو نشاهد. سيكون الهيدروجين هنا والكربون هنا، والكلور سيسير مبتعدا، والبروم يخرج باتجاهنا، والفلور يسير للأسفل بهذا الشكل. إذا لدينا جزيئين هنا وهما صور مرآة لبعضهم البعض. وإذا أخذنا الجزيء على اليمين لن نكون قادرين على تطبيقه على الجزيء في اليسار. إذا كان لديكم نموذج الذرات قوموا بعمل هذا، ركبوا هذان الاثنان من الجزيئات، ومن ثم خذوا الجزيء على اليمين، وستتساءلون كيف يمكن جعل الجزيء على اليمين أن يبدو مثل الجزيء على اليسار. حسنا، طريقة واحدة لعمل هذا هو أن نأخذ البروم ومن ثم ندوره هنا لمحاولة الحصول على البروم في الموقع على اليسار وخارجا باتجاهنا. وعند القيام بهذا سترون أن الذرات الأخرى ليست مصطفة بشكل صحيح، ومهما فعلتم لن تكونوا قادرين على جعل صورة المرآة منطبقة مع الجزيء على اليسار نفسه. هم جزئان مختلفان، هم متشكلات فراغية، ستيريو ايزومرز. نعلم أن المتشكلات الفراغية ستكون عندما يكون لدينا مراكز كيرالية موجودة. عندما يكون لدينا مراكز كيرالية، مراكز الكيرالية هي عبارة عن كربون مهجن SP3 لديه شكل رباعي الأوجه، ويجب أن يكون لديه أربع مجموعات مختلفة موصولة معه. إذا أربع مجموعات مختلفة، لدينا البروم هنا وهنا الهيدروجين والفلور. في أي وقت إذا كان لدينا كربون مهجن مع أربع مجموعات مختلفة موصولة به، فيمكن القول حينها أن هذا الكربون هو مركز كيرالي، طبعا مهجن SP3. إذا سنحدد هذا الكربون كمركز كيرالي هنا. عدة مصطلحات تستخدم بدلا من المركز الكيرالي، هناك مركز كيرالي، هناك مركز ستيريوجينيك، وهناك مركز غير متماثل. كل هذه المصطلحات تعني نفس الشيء، ومركز الكيرالية هو المفضل حاليا. إذا هذه الجزيئات هي جزيئات مختلفة، هم متشكلات فراغية لبعضهم البعض، وصنعوا من نفس الأجزاء لكن يختلفوا في ثلاثي الأبعاد. وهم نوع خاص ونوعهم نوع خاص من المتشكلات الفراغية تسمى إنانشيومرز. إذا هذه متشكلات فراغية والتي ليست صور مرآة منطبقة على بعضها البعض. وجاءت الكلمة من الكلمة اليونانية التي تعني العكس. لنفحص جزيء غير كيرالي. إذا جزيء لا يحتوي على مركز كيرالي. إذا الأجسام التي هي منطبقة على صور المرآة لها تسمى اللا كيرالية. إذا كان لدينا كربون هنا مترابط مع اثنان فلور
بهذا الشكل، ومن ثم لدينا الهيدروجين يخرج باتجاهنا، ومن ثم لدينا هيدروجين آخر يصير مبتعدا عنا. إذا عكسنا هذا الجزيء على مرآة، إذا عكسنا هذا الجزيء على مرآة سنحصل على صورة المرآة له. لنرسم المرآة بهذا الشكل، ونعلم أن الفلور، ونعلم أن الفلور سيكون هنا مترابط مع الكربون، والهيدروجين يصير بعيدا عنا، وهيدروجين آخر يخرج باتجاهنا، والفلور يسير للأسفل بهذا الشكل. إذا مرة أخرى، خذوا نموذج الذرات، اجمعوا هذان الجزيئان، وحاولوا جعل الجزيء على اليسار يبدو مثل الجزيء على اليمين. لذا مرة أخرى، الطريقة السهلة للقيام بهذا هو أخذ هذا الهيدروجين وندوره إلى هذا الموقع، بحيث يصبح إلى اليسار وخارج باتجاهنا، وسترون أنكم لن تكونوا قادرين على تطبيق الجزيء في اليمين على الجزيء في اليسار. إذن هم ليسوا نفس الجزيء. هذه ليست مراكز كيرالية، هذه ليست متشكلات فراغية. هاتان الصورتين تمثلان نفس الجزيء، نفس الجزيء. هذا الجزيء يسمى كايرال، ويمكن إيجاد هذا بالنظر إلى هذا الكربون، وملاحظة أن هذا الكربون ليس لديه 4 مجموعات مختلفة موصولة به، لديه ذرتي فلور وذرتي هيدروجين. إذن هذه طريقة سريعة لإيجاد كم عدد المراكز الكيرالية لدينا. نبحث عن كربون مهجن ونبحث عن 4 مجموعات مختلفة. هذا الجزيء لا توجد به هذه الشروط، لذا هو كيرال. لنقوم ببعض الأمثلة حيث سنحاول تحديد كم عدد المراكز الكيرالية الموجودة في الجزيء. لنبدأ مع هذا الجزيء هنا، ولنضع مجموعة OH عليه، ومن ثم الهيدروجين يسير مبتعدا عنا في الفراغ. لننظر إلى كل كربون بشكل منفرد هنا. لنبدأ مع هذا الكربون هنا، لدينا 3 هيدروجينات موصولة معه، إذا لا يمكن أن يكون مركز كيرالي. هذان الكربونين هنا على اليمين لديهما على الأقل 2 هيدروجين موصول بكل منهما، وهذا أسفل هنا لديه 2 هيدروجين موصولة به، ذلك على اليمين. إذا بالرغم أن هذه مهجنة sp3، لا يمكن أن تكون مراكز كيرالية. لنفحص الكربون مع الـ OH الموصولة به، هو مهجن sp3، ولنرى ما هي المجموعات المتصلة به. هناك مجموعة OH متصلة به، ومجموعة H متصلة به، وأيضا مجموعة مثل متصلة به، ومجموعة الإيثل أيضا متصلة به. إذا 4 مجموعات مختلفة لهذا الجزيء، هو مركز كيرالية. إذا هذا الكربون هنا هو مركز كيرالي، إذا لدينا مركز كيرالي واحد لهذا الجزيء. لنفحص جزيء آخر شيء كهذا، سنضع OH هنا، ولدينا هيدروجين يصير مبتعدا عنا. لنفحص الكربون هنا، لدينا 3 هيدروجينات متصلة به، لذا لا هذا ينفع، هو مهجن sp3، هذا لا ينفع. هذا الكربون لديه مجموعتي هيدروجين، إذا هذا لا ينفع، هذا لديه 2 وهذا لديه 3، لذا ولا واحد منهم هو مركز كيرالية. ماذا عن هذا الكربون؟ حسنا، لنفحص المجموعات المتصلة به، هناك OH وهيدروجين متصلات به، وهناك مجموعة الإيثل موصولة به، وهناك مجموعة إيثل أخرى متصلة به. هذه المجموعات من الإيثل هي نفس الشيء، لذا هو ليس لديه 4 مجموعات مختلفة متصلة به، لذا هناك 0 من المراكز الكيرالية في هذا الجزيء. لنفحص واحد آخر، لنفحص شيء لديه كربونيل، لدينا مجموعة OH للحمض الكربوكسيلي، ولنضع الكلور هنا، ومجموعة المثل والهيدروجين. إذا كم عدد المراكز الكيرالية في هذا الجزيء؟ سنبدأ مع هذا الكربون هنا. نعلم أن هذا الكربون لا يمكن أن يكون مركز كيرالية، فهو مهجن sp2. إذا هذا الكربون لا ينفع. لنفحص هذا الكربون، حسنا، هو مهجن sp3، لذا هو رباعي الأوجه من حيث ترتيب الذرات حوله. هذا الكلور متصل به، ومجموعة المثل والهيدروجين، ومن ثم لدينا مجموعة حمض الكربوكسيل وموصولة به. إذا هناك 4 مجموعات مختلفة موصولة مع هذا الكربون، إذا هذا مركز كايرالي. لنفحص مثال آخر، لنفحص هذا الجزيء هنا، هذه حلقة البنزين، لنصل شيء مع حلقة البنزين. سنضع مجموعة الـ OH هنا، ولنضع
ان اتش هنا مع مجموعة المثل. إذن كم عدد المراكز الكيرالية في هذا الجزيء؟ لنبدأ مع ذرات الكربون في حلقة البنزين. في حلقة البنزين، حسنا، جميعها مهجنة sp2، لهذا لا يمكن أن تكون هذه مراكز كيرالية. ماذا عن هذا الكربون هنا؟ 3 هيدروجينات موصولة به، هذا لا ينفع. ونفس الشيء مع هذا الكربون، 3 هيدروجينات موصولة به، لذا هذا لا يجزي نفعا. وإذا نظرنا إلى هذا الكربون هنا، نرى هناك مجموعة أو اتش موصولة به، وهناك كل هذه الأشياء على اليمين، هناك مجموعة الفينيل هنا على اليسار، هناك أيضا هيدروجين موصول به. إذا هناك 4 مجموعات مختلفة متصلة مع هذا الكربون. إذا هذا مركز كيرالي. ماذا عن هذا الكربون هنا؟ هناك مجموعة الأمين موصولة به، وهناك مجموعة المثل متصلة به، وهناك كل هذه الأشياء على اليسار، وهناك أيضا هيدروجين، لذا هذا أيضا مركز كيرالي. لذا من المحتمل أن نحصل على أكثر من مركز كيرالي في الجزيء الواحد. لنقوم بمثال فيه نظام الحلقات. كيف يمكن تحديد المراكز الكيرالية في نظام الحلقات؟ إذا كان لدينا سايكلوهيكسان، ومن ثم وضعنا مجموعة مثل هنا، ومن ثم الهيدروجين هنا مبتعدا عنا. حسنا، إذا فكرنا أين هي المراكز الكيرالية، إذا نظرنا إلى هذا CH2 وهذا CH2 على طول هذه الحلقة، كل هذه لديها ذرتي هيدروجين متصلة بها، لذا هذه لا يمكن أن تكون مراكز كيرالية. ماذا عن هذا الكربون؟ هذا الكربون هنا، حسنا، لدينا مجموعة مثل هنا ولدينا هيدروجين هنا، لذا لدينا مجموعتين مختلفتين، وهي ليست واضحة تماما عند النظر إلى نظام الحلقة. ماذا نفعل؟ لأنه من المفروض أن يكون لدينا 4 مجموعات مختلفة، لذا طريقة واحدة للتفكير بهذا سيكون بمسح كل هذا هنا ونجعله يبدو مثل الأمثلة السابقة. ومن هنا يمكن رؤية أن هناك مجموعتي إيثيل موصولة بهذا الكربون، لذا هو ليس لديه 4 مجموعات مختلفة متصلة به، إذن هو ليس مركز كايرالي. يمكن أن نعيد هذا الكربون الأخير هنا ولنفكر بالسير حول الحلقة الآن. إذا سرنا حول الحلقة بهذا الشكل سنواجه CH2 ومجموعة أخرى من CH2 وواحدة أخرى من CH2. إذا سرنا حول الحلقة بهذا الشكل سنصطدم ب3 مجموعات CH2. المسارات حول الحلقة هي نفس الشيء، لذا لا يوجد لدينا 4 مجموعات مختلفة متصلة بالكربون لدينا، لذا هذا الكربون ليس مركز كيرالي. ماذا سيحدث لو وضعنا رابطة ثنائية في الحلقة؟ لدينا مجموعة مثل هنا ولدينا هيدروجين هنا مرة أخرى، لنركز على هذا الكربون، هل هو مركز كيرالي؟ حسنا، لدينا مجموعة مثل ولدينا هيدروجين، إذا لدينا شيئين مختلفين موصولة به وهو مهجن sp3. ماذا عن المسارات حول الحلقة؟ إذا سرنا بهذا الشكل سنصطدم بمجموعة CH2 ومن ثم CH. إذا سرنا حول الحلقة بهذا الشكل سنواجه CH2 و CH2. إذا لدينا مسارات مختلفة حول الحلقة، لذا لدينا 4 مجموعات مختلفة موصولة مع هذا الكربون المهجن sp3، لذا هذا هو مركز كايرالي. إذا فكروا في المسارات حول الحلقة عند محاولتكم تعيين كيرالية في نظام الحلقات.